طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية طيبة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، توالت ردود الأفعال الشعبية والمجتمعية المنددة والمستنكرة والرافضة للعنصرية الحوثية التي تمثلت بالخمس الذي حاول أن يقننه ويفرضه فرضا على أبناء الشعب اليمني. هذا الاستنكار الكبير الذي ظهر من خلال البيانات الكثيرة التي أصدرتها الأحزاب السياسية اليمنية مجتمعة، وكذلك هيئات العلماء والقيادات الحزبية ورجالات الفكر الوطني، هؤلاء جميعا أنكروا واستنكروا وأدانوا هذه العنصرية التي حاول تمريرها من خلال ذلك المسمى، متكئا على بعض المغالطات التاريخية ومستخدما بصورة خاطئة لبعض المصطلحات التي وردت في الشريعة، مما يعكس وعيا مجتمعيا كبيرا ودلالات نبحثها اليوم مع ضيوفنا الأعزاء الذين ينضمون إلينا. وفي المقدمة منهم الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس هيئة علماء اليمن، نناقش معه دلالات الرفض الشعبي والمجتمعي لعنصرية الحوثي وخمسه المزعوم. شيخ محمد، سعادة المستشار، مرحبا، طابت أوقاتك وأهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا، تحية طيبة شيخ محمد وأهلا وسهلا. نحن سعيدين أنك معنا اليوم، سنناقش هذا الموضوع ومتعلقاتك معك، لكن سنبدأ وكالمعتاد بمتابعة التقرير الذي يعطينا مزيد من التفاصيل حول موضوعنا، من ثم نبدأ النقاش. منبوذا وجد الحوثي نفسه إلا من عنصريين يشبهونه، وغربان الشؤم على بعضها تقع. أصدر الحوثي ما سماه قانون الخمس، فكشف مزيدا من قبحه العنصري الذي أخفاه سنينا خلف الشعارات، ليزعم حتى بعض مؤيديه أنهم لم يكونوا يعرفون هذا القبح، مؤكدين اكتشافاتهم المتأخرة بأن مسيرة الموت لا تملك سوى قرارات القتل لمن يشير لعنصريتها وإن كان تابعا لها، بعيدا عن تغريدات بعض مؤيدي الميليشيا الذين يكتشفون مرة بعد أخرى أنهم لا قيمة لهم في نظر السلالة. بهتت الميليشيا أمام المواقف المتتابعة للأحرار الرافضين للميليشيا من الأساس، مواقف بدأت شعبية وجارفة بشكل لم يستطع معه المدافعون عن الميليشيا الوقوف في وجه السيل، ليتلو ذلك مواقف حزبية افتتحها الإصلاح ببيان وصفه حتى المختلفون معه في النهج السياسي بأنه بيان تاريخي يمثل الجميع ويعبر عن المجتمع. بيان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية جاء واضحا في وصف ما أقدمت عليه الميليشيا بالانتهاك الصارخ لقواعد الدين الإسلامي والتعدي الجديد على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية والتكريس الفاضح لنهج الجماعة السلالي العنصري، فيما جاء بيان هيئة علماء اليمن ناسفاً المحاولات العنصرية لتحريف الكلم عن مواضعه، مؤكداً أن ما صدر تحت مسمى الخمس باطل شرعاً وقانوناً ويعد سباحة لأموال اليمنيين. مواقف الأحزاب والهيئات وعموم اليمنيين التقت جميعها على أن الخطوة الأولى تكمن في تجريم التمييز بكل أشكاله، مطلب أكد بيان هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم أن المجلس وبموجب صلاحيته الدستورية سيناقش عند أول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله، وهو تأكيد فتح الباب أمام بركان تساؤل غاضب منذ زمن: متى يلتئم مجلس النواب إذن؟ ومع التساؤل القديم تبقى الحقيقة الأقدم منه، حقيقة أن القانون لوحده لن يوقف ميليشيا انقلبت على مخرجات الحوار وما تزال غضة طرية، وهو ما يجعل من قانون القوة المنضبطة بقوة القانون الطريق والطريقة الوحيدة لتبديد أوهام العنصرية. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وجد الترحيب بكم مشاهدينا الأعزاء وبضيفي عبر سكايب الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس هيئة علماء اليمن. أهلا وسهلا شيخ محمد، تابعنا سويا التقرير وتابعت ورصدت ردود الأفعال الرسمية والمجتمعية لهذه الفكرة وهذه العنصرية،
ما تعليقك على وما الدلالات التي يمكن الحديث عنها في ضوء هذه الردود، ردود الأفعال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي أمر غير مستغرب للمتابعين وللذين يدركون خلفية هذه الطائفة العنصرية التي تريد أن تسخر الشعب اليمني بموارده وإمكانياته لصالحها. هو أمر طبيعي، اللهم إلا أنها كشفت عن الوجه القبيح لكثير من الناس الذين ربما كان على أعينهم شيء من الغشاوة. ما فعلته جماعة الحوثي هو يعني أمر ممنهج، وقد استحوذت في الحقيقة على كل شيء، على كل موارد الدولة، ونهجت نهجا عنصريا طائفيا خلال الخمس سنوات الماضية، وهي تكرس هذا المفهوم وتشحن من هم تحت نفوذها بهذه المفاهيم التي لا يعرفها الشعب اليمني، مفاهيم استعلائية، مفاهيم عنصرية، مفاهيم لا تمت إلى دين الإسلام بصلة إطلاقا، إضافة إلى التجريف، تجريف الهوية الوطنية اليمنية. وأخيرا توجت هذا العلو والغطرسة وهذا الاستحواذ الجشع بهذا القانون والتشريع الذي أرادت من خلاله أن يكون بوابة لتشريعات عنصرية أخرى من جهة، ومن جهة أخرى تريد أن توهم الناس أنها ليست يعني جشعة ومولعة إلا بهذا بما سمته أو ما اختارته من موضوع الخمس، وهي في الحقيقة تأخذ كل شيء وسخرت كل حتى المعونات الإنسانية التي ترد إلى الشعب اليمني من الأشقاء، من مركز الملك سلمان، من منظمات دولية، تستحوذ على هذه المنظمات لصالح هذه الطائفية وتسخرها في المجهود الحربي لقتل أبناء الشعب اليمني. اليوم أرادت إضافة جديدة أن تسن تشريعات وقوانين تبيح لها المزيد من الجشع والمزيد من النهب والمزيد من التكريس الطائفية والطبقية في المجتمع اليمني. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الشعب اليمني استيقظ، القوى السياسية قالت كلمتها، العلماء اليمن في بيانهم قالوا كلمتهم، كثير من المثقفين والأكاديميين وعامة الشعب اليمني يعني صدموا وذهلوا بهذا التوجه البربري النهم الذي يريد فعلا أن يعني يلعب بالمصطلحات الدينية وبالمفاهيم الدينية ويسخرها تسخيرا عجيبا لصالح هذه الطائفة، مدعيا أن ذلك هو مفهوم لهذه الآية التي ذكرها الله فيما يتعلق بخمس المغنم في الحرب مع الكفار، حولوا هم مع المسلمين. نحن نقول لهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث ماله الشخصي وقال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر حقيقة دينية وهو أن ميراثه الشخصي لا يورث لقرابته ولم يورث قرابته بشيء من ماله، فهل يعقل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس خمسا ثم يقول هذا لأقاربي؟ هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لجناب النبوة. الأنبياء كما قال الله عز وجل في كثير من قصصهم قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، هكذا كل الأنبياء يقولون هذه الحقيقة، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاتجاه إلى توظيف الدين ومفاهيمه والآيات لصالح النهب والسلب والاستحواذ على أموال الناس، هذا من البغي والعبث، وهذا من التضليل الشديد واللعب على النصوص. ويكفينا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من نصوص القرآن الكريم، كيف طبقوا هذه النصوص وكيف فهموها
لم يفهم الصحابة من هذه النصوص ومن هذا النص ما ذهب إليه هؤلاء الذين اختاروا أن يسلكوا مسلك الجعفرية الاثني عشرية، الذين ينهبون أموال السذج ممن يغتروا بهم إلى جيوب تلك الملالج. على هذا المنوال يريد أن يسير الحوثيون وأن يشرعنوا ويسنوا قوانين تمييزية ليوجدوا المزيد من الانقسام في الشعب اليمني، دلالة عنصرية. دعنا نفصل أيضا عن ملامح هذه العنصرية التي يتبناها الحوثي. الحوثي في الحقيقة ينطلق من فكرة يراها أنها فكرة اصطفائية، ولكنه من باب التضليل وفي مؤتمر الحوار الوطني حاول أن يسوق نفسه على أنه يعني طائفة مدنية. وللأسف أقولها أن كثيرا من الناس خدع به في تلك الفترة وظنوا أنه فعلا لديه اتجاه وطني ولديه اتجاه مدني، ولكنه تبين فيما بعد وانكشف الوجه الحقيقي، وهو أنهم طائفة تميل إلى النهج العنصري السلالي الباطني الذي سار عليه ملالي ومرجعيات إيران، يريدون أن يكرسوا في اليمن. هم جماعة عنصرية من جهة، وهم جماعة وظيفية أيضا يخدمون المشروع الإيراني الفارسي وينفذون أجندته حتى في هذا الخمس. لم ينصوا حتى على أن هذا الخمس سيصرف لليمنيين من سلالتهم، بل جعلوه مفتوحا، حتى إنهم ذكروا أهل الثغور. من هم أهل الثغور؟ أي أنهم يريدون أن يوظفوا هذه الأموال لتكون خنجرا ضد أشقائنا وضد من هم خارج حدود الجمهورية اليمنية، وهذا أمر يجب أن يتفطن له. أن ما حاولوا تقنينه ليس حتى لطائفتهم المحلية، بل اعتبروه تقنينا وتشريعا لمن هم على شاكلتهم خارج حدود الجمهورية اليمنية، أي أنهم جماعة وظيفية تخدم المشروع الإيراني في المنطقة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. الجماعة هذه الطائفة الحوثية أرادت أن تجس نبض الشارع اليمني وأن تبدأ بهذا التشريع التقنين، وهي لا تملك حق القوانين ولا حق التشريع، لأنها جماعة أسست على باطل، جماعة مغتصبة للسلطة لا تملك هذا الحق، ليس لها أي حق دستوري ولا قانوني أن تضع تشريعا ولا تضع يعني قرارات. هي جماعة مغتصبة، هي جماعة متمردة حق، ليس فقط وفقا للدستور اليمني، وفقا للمواثيق الدولية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، وفقا لكل الاتفاقيات الدولية توصيفها أن جماعة متمردة. اليوم أظهرت أنها أيضا جماعة سادية تريد أن تستحوذ على أموال الشعب اليمني ومعزونة بالعنصرية، نعم، إيديولوجيتها وأفكارها وعقائدها المنحرفة التي لا تمت إلى هذه الأفكار. يا شيخ محمد، التي يحاولون أن يطوعوا الشعب اليمني من خلالها ومن خلال استخدامها كمصطلح سيدي، هذه الجملة التي دائما ما يكررونها ويطلبون من الشعب اليمني أن يكررها، إلى أي مدى، إلى أي مكان أو إلى أي مدى هناك دلالة عنصرية فيها، كما مصطلح ابن رسول الله وآل البيت وأعلام الهدى وبني هاشم يأخذون 20% من أموال اليمنيين، هذه المصطلحات ما تعليقك عليها؟ يا أخي الكريم، الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية واضحة لا لبس فيها إطلاقا. كان عمر رضي الله عنه وكان الصحابة يجلون بلال الحبشية، وربما يعني سيدوه وربما أنزلوهم أماكنهم. لم يكن شيء من هذه المصطلحات يعرف في القرن الأول ولا حتى القرن الثاني ولا حتى القرن الثالث المفضل. هذه العنصريات وهذه العصبيات لا، ليس لها مكان في شريعة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انتقل إلى الرفيق الأعلى
اجتمع الصحابة بشورى وبمحض إرادتهم واختاروا من يرضونه ومن يرضون دينه وأمانته، وهو أبو بكر الصديق، بعيدا عن مصطلح قرابة، بعيدا عن مصطلح نسب. وبعد أبي بكر الصديق أيضا أمضوا اختيار الفاروق رضي الله عنه بعيدا عن مفهوم شيء اسمه قرابة، ثم اختير عثمان، ثم علي رضي الله عنه. هذه المفاهيم الاستعلائية، يعني أنت لو قرأت السيرة النبوية وقرأت حياة الصحابة لم يكن هناك أي تمييز ولا ألقاب، لا سيدي ولا غيره. السيد في اللغة العربية هو الذي يسود قومه ويترأس قومه كمصطلح لغوي، أما كمصطلح اجتماعي وأن هناك من هو متسيد وآخر ليسوا متسيدين، هذه مصطلحات يعني للأسف يعني وردت وأصبحت دخيلة على شعبنا اليمني، وتمخض عن ذلك روح استعلائية لدى فئة من الناس ترى لها يعني مقاما غير مقام الآخرين، وترى لها مكانة وأحقية في الحكم لا يملكها الآخرون. الحكم في الإسلام شورى بصورة كاملة في القرآن الكريم، ليس هناك جهة، يعني لسنا، الإسلام واضح في جهة الحكم. الإسلام ليس نظرية كسروية، ولا هو نظرية يعني ساسانية، هم يسيرون على النظرية الساسانية العائلية. الإسلام لا يؤمن بهذه النظرية الساسانية، الإسلام يبني على الشورى، على اختيار الناس، على رضا الناس، على قناعة الناس. أما أن يتسيد فئة على الشعب اليمني أو على غير الشعب اليمني فهذه مفاهيم لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهم يريدون أن يكرسوها اليوم، ويريدون أن يوجدوا انقسامات مجتمعية لكي يضعفوا هذا الشعب ولكي يفقدوه القوة والتماسك والتلاحم، حتى يتسنى لهم يعني فعلا الهيمنة على القرار السياسي والهيمنة على الموارد الاقتصادية، وهو حاصل اليوم. أنا أقول يجب أن لا يظن أحد أن هؤلاء فقط يريدون أن يستحوذوا على يعني ما يسمونه بالخمس، بل هم يستحوذون على الثروة كلها وعلى السلطة كلها، وهذا ما هو حاصل اليوم. وحتى أنا أقول إنهم في حال ما إذا استحوذوا إنما هي لفئة خاصة محدودة فيهم، حتى من ينتسبون إلى الأسرة الهاشمية ليس كلهم سينال من هذا الذي يريد أن يستحوذوا. الذي يريد أن يستحوذ هي فئة عنصرية طائفية، ولن تقوم في ذلك بأي ميزان، ولا تستند إلى أي ميزان شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لهم سيرة في التعامل مع المال، قضية المال قضية ذات حساسية، الله تبارك وتعالى يقول فيها ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الرسول لا يسأل الناس المال ولا هناك مال محدد في كتاب الله وهو مال الزكوات، محدد مصارفه بنص قرآني وهي الأصناف الثمانية. فالعبث بالأموال والتأويل والبحث عن يعني مجرد كلمات مطلقة دون النظر إلى دلالاتها وإلى التطبيقات النبوية لهذا النص، هنا تأتي الكارثة، وهذا ما يسعى إليه الحوثيون. وأنا أقول لك إذا مرروا، وإن شاء الله أن الشعب اليمني سينتفض على هذه الطائفة وعلى هذا السير المنهج، أنا أقول هناك كوارث أخرى تتم اليوم، هناك يعني محاولة لغسل الأدمغة، هناك دورات تثقيفية، دورات يقوم بها هؤلاء الحوثيون، وهناك تعبئة، وهناك غسل لبعض الناس الذين قل حظهم من العلم الشرعي. هذه هي الكارثة التي يريدون أن يروضوا عليها أبناء الشعب اليمني. ولكن أنا أقول لك لقد أرادوا أمرا وأراد الله غيره، وهذا ما شهدناه في يقظة ووعي الشعب اليمني بحقيقة هذه الفئة التي تريد أن تستحوذ على كل أموال الناس. يعني حتى المفهوم القرآني لأولي القربى هو تكلم عن جانب محدود فقط فيما يتعلق بغنائم الكفار، خمس الغنيم الكفار، وهذا متروك للدولة تتصرف فيه، للفقراء، للمصالح العامة، وليس متروكا لفئة معينة بحصص معينة أبدا إطلاقا. هذا المدخل شيخ محمد لم يكن على هذا سياسة الخلفاء الراشدين، أما هم فقد وسعوا الأمر وجعلوا حتى الصيد لهم فيه خمس، المهن لهم فيه خمس،
الموارد السيادية لو تمكنوا منها يريدوا منها خمس، يعني الملح، الدقيق، كل شيء، كل المهن يريدون أن يصلوا إلى هذه النظرة الجعفرية الاثنى عشرية لامتصاص الشعب اليمني ولإفقاره، لأنهم يرون أن سياسة الإفقار للشعب اليمني هي السياسة التي ستجعل الشعب اليمني يذعن لعنصريتهم وعصبيتهم. نعم. ولن يتمكنوا من ردت ذلك. ردة فعل الشعب اليمني بمثقفيه وقياداته وأحزابه ويعني ناشطيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أو حتى عبر المجالس والمقايل كانت غير متوقعة، وصولا إلى كثير من الذين انخدعوا بهم خلال الفترة الماضية وما زالوا في حقيقة الأمر مخدوعين لسبب أو لآخر، لمصلحة أو لغيرها، لكن عبروا عن رفضهم لهذه العنصرية. دعني أشير هنا إلى نقطة مهمة ذكرت في جل البيانات اليمنية التي صدرت من الأحزاب أو الهيئات الحكومية، وهي التركيز على الهوية اليمنية وهو على أن ما تقوم به هذه الميليشيات من أعمال عنصرية وإحداث شرخ طبقي ومجتمعي وتقسيم المجتمع إلى هواشم وإلى يمنيين تستهدف الهوية اليمنية، كيف ذلك؟ نعم، هو هذا الأمر يرونهم أن الهوية اليمنية الجامعة للشعب اليمني هي عنصر القوة، وبالتالي كل ما يؤدي إلى تفتيت هذه الهوية، ولذلك نجد أنهم يمكن أن يقفوا مع أي ميليشيا تستهدف الشعب اليمني، يمكن أن يقفوا مع أي دعوة إلى النعارات، يمكن أن يقفوا مع أي دعوة إلى الفرقة، أي دعوة إلى الاقتتال الداخلي. يعني أسلوبهم يعني بكل وضوح هو الأسلوب الذي سلكه اليهود في التعامل مع المسلمين، وهو إيقاد الفتنة، إيقاد الحروب، إيقاد الفرقة بين الناس. هؤلاء يرون أنهم لا يمكن أن يمرروا أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم ومصالحهم إلا على أسس الفرقة والنزعات. فلذلك لا تستغرب إذا رأيت أي جهة عنصرية وأي جهة إرهابية وأي جهة يعني تريد الفتنة في الشعب اليمني، ستجد أن هذه أنهم معها وأنهم إلى جانبها. لماذا؟ لأنهم كلما اتسعت الهوة وكلما حصلت الفرقة رأوا أن مشاريعهم ستتمرر من خلال هذه السياسة التفريقية التحريشية. الاجتماع اليمنيين، التفاف اليمنيين على هوية واحدة واجتماع كلمتهم، هذا هو الشيء الذي لا يريدونه، وهذا هو الشيء الذي يسعون إلى تخريبه. ولذلك يثيرون بين فئة وأخرى الحروب والفتن حتى يفرقوا الشعب اليمني. فهي سياسة تقوم على اتجاهين رئيسيين، الأول هو سياسة التفريق والتصدع والتشقق، والثاني هو سياسة الإفقار والتجويع ونهب ثروات الناس حتى يتمكنوا من ذلك فيمرروا مشاريعهم، لأنهم لا يرون أنهم يعني جزء من هذا الشعب اليمني، جزء من هذه الهوية الجامعة اليمنية. هم ذو ولاءات خارجية، ولاءات خارجية يعني يؤمنون بالولي الفقيه، يؤمنون بملال إيران، ارتباطهم بإيران هو أشد من ارتباطهم بالشعب اليمني، ارتباطهم بالفرس أشد من الارتباط بالعروبة. شيخ محمد، هم جماعة وظيفية، أدوات، ليس إلا حتى لو كان فيهم هناك أناس يمكن أن يعول عليهم في شيء من الجانب الوطني فهم مهمشون ويعني يعني مس يعني لا قيمة لهم. الصوت عندهم هو صوت الذين ارتبطوا بالمشروع الإيراني، الذين ارتبطوا بملالي لبنان وملالي قم ونحو ذلك. نعم، في معرض ردودهم وردود أفعالهم الشخصية الحوثيين أعني على بيانات الأحزاب السياسية وما ورد أيضا فيها
كان هناك نيل كبير ومحاولة انتقاص من الرموز اليمنية التاريخية، سواء نشوان الحميري أو الشوكاني وابن الأمير الصنعاني والزبيري وغيرهم من رجالات النضال اليمني الذين ضربوا ضاربين في التاريخ اليمني، بينما انزعجوا كثيرا من الإشارات إلى يحيى الرسي القادم من خارج اليمن. ماذا يعني هذا؟ يعني شوف، هذه الميليشيات الحوثية هم فئتان، أو بالأصح ثلاث فئات، فئة سياسية أو يعني جانب التسييس فيها هو الغالب. هؤلاء في الحقيقة وجدوا أنفسهم أمام يعني هجمة قوية من الشعب اليمني ضد هذا التقنين العنصري، وهم مؤمنون بالعنصرية ولكنهم يريدونها بالتدريج ويريدونها عبر مراحل، فلذلك حاولوا أن يتجهوا إلى التشغيب في الجانب السياسي. وهناك جانب فيهم وهو الجانب العسكري الميليشياوي الأمني الذي بيده قرارهم وبيده توجيه دفة المسار في أيديهم. هؤلاء ليسوا آبهين وماضون في طريق العنجهية وفي طريق القطرصة، بالإضافة إلى وجود فئة أخرى مخادعة تدعي أنها مدنية وأنها ترتبط بالمنظمات الدولية وأنها تتحدث عن المأساة الإنسانية، وهم في حقيقة الأمر أيضا أدوات ناعمة لصالح هذا المشروع العنصري. بطبيعة الحال الحوثيون لا يريدون أبدا أن يكون هناك رمز يمني له تاريخ له مكانة إن لم يكن من تلك الفئة التي هم منها، وبالتالي لا تستغرب أنهم الآن في طريق يعني السير الممنهج لإسقاط الرموز اليمنية التاريخية، سواء كانوا علماء كالشوكاني وغيرهم أو كانوا سياسيين أو كانوا ثوار أو كانوا قوى وطنية، فكل الرموز التي هي مرتبطة بالهوية اليمنية بمصلحة المواطن بتاريخ نضالي، كل هؤلاء مستهدفون من هذه الفئة ولن يريدون البقاء إلا لمن كان يخدم هذا المشروع، لأنه في الحقيقة هم أشبه ما يكون بفرق الباطنية وفرق الفرق العنصرية التي يعني تحاول في الحقيقة أن تمسك المفاصل وتتعبث بالمتناقضات في الشعب اليمني. كانت أيضا هناك من كتاباتهم التي علقوا بها على الذين فرضوا هذا الخمس في هذا التوقيت، كان هناك من يكتب بأن عليكم أو من المفترض أن يكون أن تتأخروا في إنزال هذا المشروع حتى ينتهي الحرب، هكذا علق بعضهم. هل هذا جزء من استراتيجية هم يتبعونها، وإذا تمكنوا سيفرضون على الشعب اليمني أشياء أخرى أكثر من مثل هذه الأمور العنصرية؟ نعم، أنا قلت لك الفئة المسيسة فيهم، القرار الآن هو للجهات الأمنية والميليشياوية هي التي يعني ليست لا ترى نفسها معنية أو متصفة بالإحجام وبالحماقة وبالعجلة في تطبيق منهجهم. هناك فئة مسيسة لا تختلف عنهم إلا من حيث التوقيت، وهي ترى أن إثارة مثل هذه التشريعات ومثل هذه القوانين في هذا الوقت سيكون وباله وسيرتد وباله عليهم. فبالتالي أنا أقول لك لا فرق للأسف بين الفئات التي ترى نفسها مسيسة وبين الفئات الميليشياوية فيهم العسكرية إلا من حيث التوقيت الزمني، أما من حيث المقصد النهائي العنصري يعني أنا أقول لك شيء من أعجب العجب الذي رأيته، هناك ناشطات لا أحب أن أسمي طيلة جهودها وهي تتحدث عن التمييز ضد المرأة وأنها ضد العنصرية ضد المرأة، ونحن أيضا نقول هذا الكلام، لكن لما جاء موضوع هذا الخمس العنصري قالت إن هذا تمييز إيجابي، يعني نحن أمام يعني حتى الذين يظهرون الوجه المدني ويخادعون الجهات الدولية والغربية بأنهم
فئات متمدنة وأنهم بعيدون عن العنصرية، لكنهم في حقيقة الأمر في وقت الشدة على هذه الفئة يتحولون إلى أدوات تخدم هذا المشروع. وهذا ما رأيناه في كثير من المناشط الدولية. نحن أمام جماعة سرية باطنية تحاول أن تتغول وأن تفرض أجندتها وأفكارها ورؤاها البغيضة على الشعب اليمني. نعم، سنستكمل حوارنا معك شيخ محمد موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس هيئة علماء اليمن، رئيس حزب الرشاد، بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيوفنا الأعزاء الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس هيئة علماء اليمن، رئيس حزب الرشاد. كما ينضم إلينا أيضا الشيخ عبد الوهاب معوضة، عضو مجلس النواب. شيخين الكريمين مرحبا بكما. الشيخ عبد الوهاب أهلا وسهلا بك. عن مجلس النواب الذي أصدر أيضا بيانا استنكر وأدان العنصرية التي مارستها الميليشيات الحوثية وما زالت تمارسها، وكان آخرها الخمس المزعوم، وتوعد بإقامة أو يعني تقنين قوانين أشد صرامة في التعامل مع العنصرية أيا كانت. ما مزيد من التفاصيل حول هذا البيان وتعليق لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله مساءكم بالخير في كل مكان، وأشكركم على تسليط الضوء على هذه الممارسات العنصرية التي تمارسها حسابات الانقلاب الحوثي. طبعا نحن تابعنا جميعا خلال الأيام الماضية ردود الفعل في الشارع اليمني من مختلف المكونات، وسمعنا البيانات التي تم إصدارها من قبل كثير من المكونات السياسية والحكومية والرسمية، الحكومة حضرت ما حصل أو التشريع الذي أصدره ما يسمى المجلس السياسي، البرلمان أيضا حدد موقفه وأصدر بيان، الأحزاب أيضا ممثلة بالتحالف الوطني المؤتمر الشعبي العام للإصلاح، أيضا هيئة علماء اليمن أعلنت موقفها، أيضا المقاومة الوطنية، المقاومة الشعبية، المؤسسة العسكرية، كل هذه الجهات أعلنت موقف واضح وصريح من التشريع العنصري الذي تحاول أو حاولت ميليشيات الحوثي أن تفرضه على الشعب اليمني. طبعا نحن نعلم جيدا على أن هذه الميليشيات قد استحوذت على كل شيء في اليمن، لكنها تريد اليوم أن تؤصل أو تعلن صراحة عن توجهها في فرض أفكارها وأراها العنصرية ومعتقداتها على الشعب اليمني. لكن في واقع الحال هم مسيطرين الآن على كل شيء وعلى كل الثروات تحت أيديهم، لكنهم أبوا إلا أن يفرضوا آراءهم ومعتقداتهم على الشعب اليمني الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل مثل هذه التشريعات مهما كلفوا الثمن. طبعا نحن خلال اليومين الماضية بعد مشاورات كثيرة في إطار الأعضاء والكتل البرلمانية في مجلس النواب كان الجميع متفاعلين، وكان الجميع طبعا أخذ الموضوع طبعا عين الاعتبار وأصدر البيان الذي خاطب الجميع، خاطب أبناء الشعب اليمني وخاطب الجهات الدولية والجهات البرلمانية على مستوى البرلمان الدولي والبرلمان العربي، كل هذه الأشياء خاطبها مجلس النواب، خاطب أيضا المنظمات الدولية حول ما يحصل من فرض للتمييز أو التشريع بالقوانين العنصرية التي العالم كله اليوم يرفض العنصرية، ونحن أيضا اليمن جزء من المنظومة الدولية، ونحن أيضا صادقنا على كثير من الاتفاقيات المناهضة للعنصرية، لكن نلاحظ اليوم ونرى اليوم معينا كيف هذه العصابة أن تفرض التمييز العنصري على الشعب اليمني، وهذا ما ينبغي أن ينقله أبناء اليمن وما ينبغي أن ينقله الناشطين والإعلاميين وفي كل مكان. نحن عرفنا خلال الفترة الماضية كيف أن كان لديهم مجموعة من الناشطين والناشطات الذين يعملون في أوساط المنظمات الدولية ويخاطبون الغرب على أن هذه أقلية مستضعفة أو أقلية طبعا تعاني من الاضطهاد،
فعلى الشعب اليمني وابناء الشعب اليمني والاعلاميين والناشطين ان يبينوا للعالم كذب هؤلاء وان يفضحوا الناشطين الذين يتخاطبون مع العالم بهذه الطريقه. نحن نعلم جميعا على ان هذه البيئه هي التي انقلبت على النظام وانقلبت على الثوابت الوطنيه وعلى الدستور وعلى الجمهوريه، وهي اليوم تحاول ان تفرض افكارها العنصريه على الشعب اليمني، وهذا ما ينبغي ان نخاطب الجميع ونفضح هذه التصرفات التي تحصل من قبل هذه الجماعه المالكه. نعم الشيخ عبد الوهاب، يعني من خلال او البيان الذي اصدر باسم مجلس النواب وايضا الاعضاء المنضمين للشرعيه والذين هم في حقيقة الأمر في مناطق محررة أو خارج سلطة وسيطرة الميليشيات الحوثية، هناك أعضاء لمجلس النواب موجودين في صنعاء تحت سلطة الميليشيات الحوثية، هناك من يذهب للتبرير لهم لبقائهم هناك وهناك من لا يرى ذلك، لكن من خلال معرفتكم وتواصلكم معهم ما موقفهم من مثل هذا المشروع العنصري؟ وأغلبهم إن لم يكونوا كلهم هم في حقيقة الأمر أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام. يا أخي الكريم، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذين هم واقعون أو هم خارج إطار سيطرة الميليشيات الإنقلابية، موقفهم واضح وصريح. الذي هم في الخارج وفي أيضا في المناطق المحررة كلهم وقفوا موقف واحد ضد هذا القانون. وحتى أيضا للإنصاف، الأخوة المتواجدون الآن في صنعاء كان لهم موقف واضح. طبعا أنت تعرف أن هذا القانون الذي رقم القانون رقم 2 لعام 99 صدر في العام 99 قانون الزكاة، لكن هو طبعا في العام قبل الماضي في العام 2018 حاولت الميليشيات أن تعيد إلى مجلس النواب أو أن تقدم مشروع قانون تعديل أو كذا للقانون السابق الذي هو القانون رقم 2 لعام 99، لكن المجلس والأخوة الزملاء كان لهم موقف جيد، أيضا كان لهم موقف رافض لما حصل للقانون الذي تم تقديمه ورفضه في حينها، وأصدر بقرار ما يسمى بالمجلس السياسي المزعوم، هذا المجلس طبعا الانقلابي، أصدروه بقرار التفاف، وهذا يعتبر التفاف واضح وصريح على شرعية مجلس النواب وعلى الشرعية الدستورية. طبعا بالنسبة للأخوة الأعضاء الذين هم متواجدون في صنعاء، نحن نتواصل معهم ونعرف جيدا موقفهم، هؤلاء يجب أن لا يعول على موقفهم ويجب أن نلتمس لهم العذر حتى في أسوأ الاحتمالات في أسوأ الحالات. نحن نعلم أنه خلال الفترة الماضية طبعا اجتمعوا ورفعوا الحصانة عن زملائهم وعن أعضاء مجلس النواب، وهم طبعا غير راغبين وغير مقتنعين بما حصل، لكنهم فرض عليهم هذا الأمر فرضا، وبالتالي لا نعول ولا نحملهم أكثر ما يكون. الذي في الداخل يجب أن لا نعول على موقفهم ونعتبر موقفهم هم معذورين بما يحصل منهم، وندعوهم أيضا وندعوهم على أنهم أن لا يظلوا دائما مطية سهلة للإنقلابيين، يجب أن يسجلوا موقف. ماذا يمكن يعملونهم؟ لن يستطيعوا أن يعملونهم شيء، قد صادروا مستحقات الشعب اليمني ومرتبات الشعب اليمني وثروات الشعب اليمني وحرية الشعب اليمني، ولا يمنع أن يكونوا هؤلاء أيضا جزء من التضحيات التي يمكن يقدموها أعضاء مجلس النواب. لكننا نقول لهم نرجو ونأمل من زملائنا الأعزاء أن يترفعوا عما يحصل الآن، وأن لا يظلوا مطية سهلة للإنقلابيين في تنفيذ بعض القوانين أو بعض التشريعات التي تخدم هذه السلالة. نحن نعتبر الزملاء اللي في صنعاء طبعا ايش في وضع ممكن تسميهم تحت الاحكام الجبرية او ما شابه ذلك، وبالتالي لا نعول ولا نعتبر ما صدر منهم يعني ايش شرعية او مشروعية باي حال. الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب، شاركتنا هذا الحوار، اشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك. بيان مجلس النواب كان واضحا وقويا أيضا، ونتمنى أن يتيسر الأمر للمجلس وينعقد ويناقش ويقنن وله الشرعية الكاملة في مواجهة مثل هذه القوانين الباطلة الحوثية. أعود إلى الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، فيما يتعلق شيخ محمد بعنصرية الحوثي وهي جماعة يعني عقائدية ترفض الآخر وتتعامل بعنصرية مع كل أبناء الشعب اليمني ومع حتى الجماعات الأخرى، دعني أشير هنا إلى أنهم عندما دخلوا في بداية الأمر إلى صنعاء
كان الحديث كثيرا ما ينصب على حزب الإصلاح وأنهم يعني وقاموا بحل هذا الحزب من من بأخبارهم وإعلاناتهم وقادوا الكثير إلى السجون، ثم بعد ذلك وقبل ذلك حتى مراكز الإخوة في الجماعات السلفيين مثلا أغلقت مراكزهم وصودرت ممتلكاتهم بشكل كبير جدا في هذا الأمر. نحن لا يعني نريد أن نشير هنا إلى أنه خلال الأيام الأسابيع الماضية قامت هذه الحركة أيضا باستهداف جماعة التبليغ أو يسموه الدعوة، الذين ينتقلون من مسجد إلى آخر من أجل مواعظ الناس ودعوتهم إلى دخول المساجد للصلاة، أو يعني صدر مركزهم الرئيسي ووجهت تعميمات وانتشرت عبر مواقع التواصل بمنعهم دخول المساجد أو الإقامة فيها أو تقديم أي مواعظ. ما المفهوم العام الذي يمكن استفادته أو معرفته من خلال هذا السلوك لهذه الميليشيات؟ دعني أقول لك أخي العزيز ولجميع المشاهدين، هذه الفئة هي ضد جميع أبناء الشعب اليمني، ولكنها تحاول في الحقيقة أن تتدرج خطوة فخطوة. هي لا تستهدف في الحقيقة حزبا بعينه أو جماعة بعينها، هي تستهدف كل من تراه عائقا أمامها، سواء كان ذلك من العلماء أو من التيارات الوطنية والأحزاب اليمنية، تستهدف الحياة بأكملها. هي ستقوم في الحقيقة بتجريف العملية السياسية، لن يبقى هناك صوت إلا صوت ما يسمونه السيد، ولن يبقى هناك فكر إلا فكر سلالتهم. يعني جماعة التبليغ على سبيل المثال جماعة هادئة، جماعة دعوية بعيدة عن العمل السياسي، لماذا تستهدف مثلا مثل هذه الجماعة؟ لماذا تستهدف؟ يعني تستهدف يعني المفكرين، يستهدف الإعلاميين، يعني هي تستهدف الجميع. ولكن للأسف أقول لك أن بعض السياسيين أو بعض ما حتى ما ينسب القوى السياسية ربما توهم أن الحوثيين يستهدفون فئة أو حزبا أو تيارا أو اتجاها معينا. الحوثيون ضد القبيلة اليمنية، ضد التيارات السلفية بمختلفها، ضد الأحزاب بمختلف توجهاتهم، ضد العملية السياسية، ضد الحرية، ضد القيم، ضد المبادئ، ضد حتى يعني حتى المواطنة، ضد كل المفاهيم التي تخالفهم. فهؤلاء لن يبقوا أحد. لكن أنا أقول هنا نقطة مهمة أحب أن أنبه عليها لأنها جوهرية وضرورية، يجب على جميع أبناء الشعب اليمني ألا يقعوا في المربع الذي يريده هؤلاء الحوثيون. هؤلاء الحوثيون يريدون أن يقع الكثير من الناس في المربع الخطأ. نحن صراعنا كأبناء الشعب اليمني صراعنا مع فئة عنصرية معتدية ترى لها أحقية على أبناء الشعب اليمني، وترى لها نوعا من التميز والاصطفاء الذي به تتعالى على الناس. لسنا ضد أي مفاهيم أخرى. هناك يعني أناس ينتسبون بكل وضوح أقولها إلى الأسر الهاشمية وهم مع الشرعية وهم ضد العنصرية وضد هؤلاء. يجب أن نفرز وأن لا نقع في ما يريده الحوثيون من عملية الاستقطاب ومن عملية جر بعض الناس بحجة النسب وبحجة القبيلة أو بحجة العصبية. أبدا، من كان مع الحق وضد هذه الفئة العنصرية فيجب أن لا نخلط الأمور. أنا اليوم رأيت منشور خطير وكثير ما توصد هناك يعني أصوات نشاد، أحدهم يعني سمعت قرأت اليوم منشورا لأحدهم وهو يقول عبد الرحمن بن ملجم رضي الله عنه، أي الذي قتل علي بن أبي طالب. ما هذا الهرى؟ ما هذا السفة؟ ليس بيننا خصومة وبين رسول الله، ولا بيننا وبين أزواجه، ولا بيننا وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا بيننا وبين الحسن والحسين، ولا
ولا بينه وبين من ينتسب إلى الأسر الهاشمية ممن لم يتخندق مع الحوثي ويقتنع بفكره العفن المتعصب. يجب أن لا ولا يستبعد شيخ محمد أن يكونوا هم أنفسهم معذرة ولا يستبعد أن يكونوا هم أنفسهم وراء مثل هذه الأسماء الوهمية والمنشورات أيضا التحريضية. هذه الأصوات النشاز هي تخدم الحوثي إما بغباء أصحابها أو مرضهم أو بدسيسة دسوها هم. لكن أنا أقول الحمد لله أبناء الشعب اليمني ليس لهم خصومة إلا مع هذه الفئة العنصرية التي اختارت هذا العنف وهذا الإجرام وهذا العدوان الحوثي. أما من كان ليس في هذا الخندق فيجب أن لا نخلط الأمور. طيب شيخ محمد، أناس كثير مع الشرعية ومع الحق ويقاتلون وقدموا دماءهم يشكرون وهم منا يمنيون. كل من كان يؤمن بأنه مثل إخوانه اليمنيين له ما له وعليه ما عليهم ويؤمن بأنه مواطن مثلهم وأن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنه ليس له مزية على الناس وليس له تعالي على الناس، فهؤلاء يجب أن لا نسمح للحوثي بالتأثير على كثير من العوام منهم أو جرهم إلى مربع العصبية. نعم، ردود الأفعال أحيانا طيب شيخ فعلا تخلق مزيد من يعني تعقيد. فيما يتعلق بالحوثي وكيف أنه خلال الفترة الماضية استطاع أن يستدرج يعني أو يتسلل إلى الصف الجمهوري وإلى أبناء اليمن من خلال الخلافات التي حصلت خلال المراحل الماضية، وكما أشرنا وأشرت شيخ محمد ما لم يعد هناك اليوم لا جماعة ولا حزب إلا وتضررت من هذه الميليشيات، حتى الجماعات الطائفية الأخرى واليهودية وغيرها الكل يعني تعاملت معه هذه الميليشيات ب يعني تطرف يعني غير مسبوق. الإصلاح كحزب، المؤتمر كحزب، الأحزاب الأخرى، الجماعات السلفية، التبليغ، مشايخ القبائل. اليوم أمام هذا الانكشاف، وهو انكشاف مبكر، لكن استمرار وضوحه بهذا الشكل، لماذا ما زالت ظاهرة رص الصفوف صفوف اليمنيين غير واضحة أمام هذه الميليشيات، ولم تنضبط بعد في مسميات وتكتلات ومواثيق تتعاضد من خلالها؟ نعم بالفعل كما ذكرت يا أخي العزيز، لا يمكن أبدا أن ينتصر الشعب اليمني وهو متفرق ومختلف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا، وهم يراهنون على تنازع أبناء الشعب اليمني وعلى اختلافهم وتفرقهم. لماذا؟ لأن في الحقيقة عملهم هو عمل الجماعات والفئات الباطنية التي تدخل وتخادع وتخاتل وتفرق وتسعى بين التحريش. فما لم يتوحد الصف اليمني بكامله، لأنهم جميعا مستهدفون، كل يعني اتجاه وفي كل حزب وطني وكل مجتمع مستهدف من هذه الفئة، حتى أولئك الذين كانوا يظنون أنهم سيتحصلون على شيء من هذه الفئة وهذه الجماعة العنصرية لم يجدوا شيئا. يعني حاولوا في الحقيقة أن يخدعوا كثيرا من الناس عندما كنا في الحوار الوطني، يوهموا أنهم مع القضية الفلانية والقضية الفلانية، يأتون إلى الشباب ويقول نحن معهم وإلى المرعى ونحن معه وإلى الجهات الأخرى نحن معكم، كل ذلك لأنه عمل التقية السياسية وعمل الجماعات الباطنية. فبالتالي الجميع مستهدف، وإذا أدرك الجميع أنهم مستهدفون وهذا القانون العنصري يعني أرسل رسالة واضحة لمن كان بقي في عينيه شيء من الغبش، أن أبناء الشعب اليمني يجب أن يتوحدوا، يجب أن يكونوا يدا واحدة، يجب أن لا يسمحوا لهذه الفئة باستغلال الثغرات وبإثارة الفتنة وبإثارة التحريش. يجب أن يتوحد الصف، وإذا توحد الصف أنا أقول لك إن أمرهم إلى زوال، وإن الشعب اليمني عاجلا أو آجلا سينتصر بإذن الله تعالى على هؤلاء القوم مهما أخفوا حقيقتهم ومهما تستروا. فكل يوم تكشف الأمور حقيقتهم
وكل يوم يتبين للناس مدى ما يحملونه من حقد ومن يعني استعلاء وعنف ضد هذا الشعب اليمني الذي يعني استباحوا دماءه استباحوا ماله. هم خطر في الحقيقة ليس فقط على الشعب اليمني، هم خطر على الإقليم، خطر على الممرات الدولية، خطر على جيراننا وأشقائنا، خطر على كل المحيط الذي يحيط بهم. ولهذا مدوا أيديهم إلى البعيد وتركوا القريب لأنهم أدوات تسخرهم تلك الدول الطامعة في الهيمنة الطامعة في التوسع بناء على الثورة الخمينية القائمة على ولاية الفقيه. يجب أن يصطف أبناء الشعب اليمني، ويجب أيضا أن يدرك الجميع سواء كانوا في المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أن هؤلاء خطر يستهدف الكل. مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس هيئة العلماء علماء اليمن، ورئيس حزب الرشاد الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري، شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر شيخ محمد. ولك الشكر ولجميع المشاهدين. شكرا جزيلا شيخ، وشكرا للشيخ عبد الوهاب معوض عضو مجلس النواب أيضا الذي كان معنا في حلقة اليوم. دائما التحية موصولة لكم مشاهدينا، وصلنا إلى المنتهى، لكم الحب واستودعكم الله.